الآن أنخيل دي ماريا بكرة طولية أمامية خطيرة، فرصة هدف والكرة في الشباك، لا أول أهداف المباراة للريال. إيغوين يتمكن من مباغتة شباك الحارس دييغو ألفيش. دييغو ألفيش يتألق في مناسبتين، ولكن الثالثة أصعب وأقوى وأجمل، وهدف أول لريال مدريد في الموسم الجديد بالأقدام الأرجنتينية. غونسالو إيغوين يتمكن من مباغتة شباك الحارس دييغو ألفيش ولو بصعوبة، هذه الكرة الطولية ينسل من وراء دفاعات فالنسيا. إن تركتم مثل هذه المساحات فستتلقون المزيد من الأهداف. أنخيل دي ماريا بيسارية أرجنتينية خالصة، إذن هدف أرجنتيني خالص للفريق الإسباني ريال مدريد. كرة طولية، استقبال ممتاز باليمينية، تسديدة دييغو ألفيش في الأولى، في الثانية، ولكن الإصرار من غونسالو إيغوين